تحت رعاية وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان ممثلا لرئيس الجمهورية، نظم المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية جمهورية تشاد مناسبة الاحتفال السنوي بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور بعض من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب الأئمة والدعاة. آدم حنفي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بعد هذه التلاوة القرآنية التي وصف بها عز وجل نبيه الكريم قبل محبيه والتابعين له صلى الله عليه وسلم، طبقا لذلك نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد هذا الاحتفال الذي يجسد محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مفخما ومنصفا ومخصصا ومعمما ومبجلا ومعظما ومتحيا ومصليا ومسلما. حفل هذا العام جاء تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لهذا الحفل والتي جاءت على لسان نائب الرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، واصفا فيها مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهمية الاحتفال بميلاده. فإن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إعلان لدين جديد فحسب، بل كان إعلانا لحياة جديدة تخلصت الإنسانية فيها من براثن الجهالة والشقاء، وانتقلت من هوة التعسر والضلال إلى سدد النضج والرشاد. وهكذا تبقى ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم رمزا خالدا يا معشر الشباب، ويا سند الأمة، ويا رأس الرمح الملتهب، تبصروا ما أنتم فيه. مناسبة هذا الحفل تمتاز عن غيرها من الحفلات بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو. نظمت مندوبية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الثامنة حفلا شعبيا كبيرا إحياء لذكرى المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بحضور مفتي البلاد فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو حسن جدة. أهلا بشحر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر المحمص، هكذا هو حال لسان جميع أحباب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الأيام، ذلك إحياء لمولده للعام الهجري الحالي عام 1439. بهذا الصدد فقد احتفل محبيه بالدائرة الثامنة عبر المندوبية الفرعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من قبل القارئ جدة محمد إسماعيل، من ثم جاءت الكلمات تبعا تطرق فيها المتداخلون إلى شمائل وصفات خير البرية. وأنا دائما أقول في كلماتي لأبناء الأمة، لشباب هذه الأمة، هذه الأمانة هي مستمرة، وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. من الذي يبلغ هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار؟ هو أنتم. هذه المناسبة العظيمة شهدت خطاب شكر وعرفان للحضور من قبل ممثل الدائرة الثامنة وبعض من فرق الأمداح، معبرين فيها عن حبهم وإشقهم لسيد المرسلين. النهضة الإسلامية التشادية أيضا احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار حب النبي يجمعنا بحضور عدد كبير من المشايخ والعلماء والأئمة. عبد الله هارون. تحت شعار حب النبي يجمعنا احتفل أهالي كانطون أفرج وضيوفهم من أحباب رسول الله بذكرى المولد النبوي الشريف الذي اعتادت منظمة النهضة الإسلامية التشادية بتنظيمه في كل عام، وقد افتتح الحفل بآية من الذكر الحكيم، كما عطر المادحون الحفل بقصائد مختلفة تنشد بأخلاقه وسلوكه وشمائله صلى الله عليه وسلم. بمدح المصطفى وتغفر المخطايا والذنوب.
كما تعاقبت الكلمات والمداخلات التي قدمها المشايخ والعلماء والتي ذكروا فيها سيرة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. كما تحدث ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ إدريس أبو بكر الذي أشاد بالدور الذي تقوم به منظمة النهضة لغرس حب النبي في نفوس أبناء المسلمين في تشاد. فعندما الإنسان يأتي على هذا المكان والمكان هو احتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي لأي أحد أن يبقى من هذا المكان أن تتغير بمعنى أخلاقه وسلوكه، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الشيخ الجوني أحمد عيسى الحسيني العلوي الرئيس المؤسس لمنظمة النهضة الإسلامية التشادية فقد حث المسلمين على التعايش السلمي ونبذ العنصرية والتطرف والتعصب باسم الدين، وأكد أنه لا علاقة للإسلام بالإرهاب، وإنما الإسلام هو دين التسامح والمحبة. كما أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحب والتآخي ونشر ثقافة السلم. نحن كبقية العالم الإسلام نعيش هذا اليوم وكل قلوبنا فرح وسرور، وكل نفوسنا أمر في الله عز وجل، وكل حركاتنا متعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوطن يجب أن لا نفرق فيه أحباب رسول الله، يجب أن نعلم أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وكريمنا وقرة أعيننا أخبرنا، يقول عليه الصلاة والسلام: حب الوطن من الإيمان. منظمة النهضة الإسلامية التشادية تقوم بحملات توعوية وإرشادية لصالح المواطنين بالقرى والمناطق النائية كل يوم جمعة من كل أسبوع لشرح آداب وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف. ونبقى مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث احتفلت أيضا زاوية الشيخ موسى آدم بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الأئمة والمشايخ وأعضاء بعثة الأزهر الشريف. آدم حسن مكاوي. بهذه الآيات القرآنية العطرة بدأت مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لزاوية الشيخ أبا موسى آدم بحي جوزتور، مناسبة عظيمة هي بالنسبة لهؤلاء المحتفلين الذين توافدوا من مختلف مربعات هذا الحي لإحياء ذكرى مولد خير الأنام. ممثل بعثة الأزهر الشريف لدى البلاد الشيخ محمد حسان في كلمته بهذا الاحتفال أن المسلمين بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متطرقا بعد ذلك إلى سيرته النبوية بدءا من هجرته من مكة وإلى المدينة. شيخ الزاوية الشيخ أبا موسى آدم في خطابه أكد بأن زاويتهم تحتفل بهذه المناسبة منذ تأسيسها. ومن ضمن الزوايا التي تحتفل بالعيد السنوي هذه الزاوية الغراء بهذا الحي المبارك منذ تأسيسها، اليوم جاءت دورها 11 وتزداد شيئا فشيئا. كما تخللت هذه الاحتفالية تلاوات قرآنية ومدائح نبوية تذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قام بعض من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بفرع مسكوري بإقليم حجر لميس أيضا بإقامة حفل مولد النبوي الشريف، وذلك بحضور أمين العام لإقليم عز الدين الأمين. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وعلى غرار باقي المجالس الفرعية والزوايا على نطاق البلاد، احتفل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مدينة مسكوري بإقليم حجر لميس بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمن الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم سلسلة من المدائح التي تلخص جزءا من صفاته ومكارمه عليه أفضل الصلاة والسلام من فرق مختلفة، ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة للحفل وكلمة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مسكوري الذي قال إن الاحتفال يقام للتذكير وتعريف الناس بشمائل أفضل الخلق. حق على كل مسلم أن يحييها عندما تأتي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولد تغير حال العالم، حيث وحد الإنسان المشرك وذل المتكبر
وخشع الطاغية وأمن الإنسان الخائف. أما الأمين العام لإقليم حجر لميس صبي بوكر قال إننا نجتمع اليوم على سمو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نمشي دخري معنا بريك ناجي مع شباب المدي هنا رسول الله ما بس نرجو يوم الاتفاق أي يوم في المساجد في الخلاوي في الشوارع شباب هذا. وقد تميز الحفل بحضور شخصيات وازنة بالإقليم، حيث حضر عمدة مدينة مسكوري إلى جانب الأمين العام للإقليم وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمدينة.